اللعبة اللي هحكي لكم عليها النهاردة حرفيا حولت حياتي كلها الجحيم، ولحد النهاردة انا بشوف حاجات غريبة لان الموضوع طلع بجد، وياريت محدش يجرب لعبة الاسانسير حتى لو بهزار، محدش يجربها. وانا في سنة اولى جامعة اول لما دخلت الكلية اتعرفت على اتنين، حسن وكريم. الاتنين دول كانوا اصحابي قوي، وتقريبا ما كانش ليا اي اصحاب غيرهم. طول الوقت كنا مع بعض، بنحضر السكاشن والمحاضرات مع بعض، بنخرج ونذاكر برضو مع بعض، واكتر وقت كنا بنقضيه مع بعض كان ايام امتحانات الميد ترم او امتحانات الشهر. يعني كنا بنروح وبنذاكر عند كريم في العبور، وكتير قوي لما كنا متأخر بالليل واحنا بنذاكر عنده كنا بنبيت، لان المواصلات عنده كانت مقرفة. وفي يوم من الايام اللي بنبيت فيها عنده ديت بقى، بعد ما خلصنا مذاكرة صهرنا وقعدنا نرغي مع بعض، كنا قاعدين نتكلم على الافلام الاجنبية اللي لسه نازلة، واللي من ضمنها طبعا الافلام الرعب. وبعدها الموضوع ابتدى يسحب معانا ونتكلم في التجارب المرعبة، سواء بقى سمعنا عنها او حصلت لحد قريب مننا. ومن هنا كانت البداية. حسن قال لنا: طب انتوا سمعتوا بقى عن لعبة الاسانسير؟ قلت له: لا، ايه لعبة الاسانسير دي يا حسن؟ قال لي: اللعبة دي، او خلينا اقولك الطريقة ديت، بتدخل من خلالها للعالم الموازي عن طريق الارقام. قلت له: مش فاهم حاجة، ازاي يعني؟ قال لي: طيب بص يا سيدي، اللعبة دي اصلا كورية، بدايتها كانت في سنة 2005 في كوريا، ومعظم اللي لعبوها كلهم اختفوا في العالم الموازي. قلت له: ليه يعني؟ ايه اللي بيحصل في اللعبة ديت؟ قال لي: طيب قوانين اللعبة ديت بتقول ان اللعبة بتبتدي بعد الساعة 12 بالليل وبتنتهي مع اول شعاع نور، يعني بعد صلاة الفجر، ولازم المبنى اللي هتستخدمه في اللعبة يكون مكون من 10 ادوار ويكون جواه اسانسير. ما ينفعش اي حد يركب معاك الاسانسير، لازم تبقى لوحدك، ولو حد ركب معاك اثناء اللعبة يبقى لازم تعيد من الاول. قلت له: ماشي تمام، بعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لي: اولا هتركب الاسانسير من الدور الاول، وبعد لما تركب هتختار الدور الرابع، لما الباب يفتح في الدور الرابع ما تخرجش واستنى لما الباب يقفل لوحده، وبعدها هتختار الدور الثاني وبرضه لما الباب يفتح ما تخرجش، بعد لما الباب يقفل اختار الدور السادس ولما توصل برضه ما تخرجش، وبعدها للدور الثاني وبرضه ما تخرجش، بعدها اختار العاشر. في الوقت بقى اللي الناس كانت بتلعب فيه اللعبة دي وهم بيطلعوا من الدور الثاني للدور العاشر، كلهم كانوا بيقولوا ان هما بيسمعوا اصوات غريبة. الاصوات ديت كانت زي ما تكون بتحاول تتواصل معاهم، وكلهم حذروا من انك تحاول تتفاعل مع الاصوات ديت او ترد عليها او تتكلم معاها، لان الاصوات ديت ساعتها هتلزق في دماغك وهتقعد تتكلم معاك حتى بعد ما تخلص اللعبة، لدرجة ان هي ممكن توصلك للجنون. المهم انك بعد ما توصل للدور العاشر ما تخرجش واختار الخامس. الاسانسير بقى بعد ما يقف في الدور الخامس، في احتمالية كبيرة جدا ان في واحدة من العالم الموازي هتدخل وتركب معاك. لو ده حصل البنت ديت ممكن يبقى شكلها عادي، وممكن كمان يبقى شكلها مخيف ومرعب، بس في جميع الاحوال اياك تتكلم معاها او حتى تبص لها. بعد كده هتختار الدور الاول. في اللحظة دي تحديدا لو حسيت انك بتطلع لفوق بسرعة كبيرة جدا ومش بتنزل لتحت زي ما انت طلبت الدور الاول، اعرف ان باب الاسانسير لما يفتح هيفتح على العالم الموازي مش العالم بتاعنا. لكن لو نزل بيك طبيعي وفتح في الدور الاول، يبقى لازم تخرج فورا من الاسانسير واياك تبص وراك، لان ده معناه ان الجن رفض دخولك للعالم بتاعه. اخرج من الاسانسير فورا واياك تبص وراك، وحتى لو البنت اللي جوه الاسانسير حاولت تنده عليك ما تردش عليها ولا تعبرها ولا حتى تلف لها، كمل في طريقك لحد لما تخرج من العمارة. بعد لما خلص قلت له: يعني مش فاهم، هو كده السر يعني في الارقام اللي بتدوس عليها في الاسانسير وتختارها؟ قال لي: بالظبط كده، الارقام اللي انت بتدوس عليها ديت بتبقى بمثابة طلسم، اللي لما بتطلبه بيبقى بالظبط كأنك طلبت الاذن لدخول العالم الموازي، وطبعا يا اما بيتوافق عليه يا اما بيترفض. قلت له: يا راجل. قال لي: اه زي ما بقولك كده. قلت له: الناس اختفت ها؟ قال لي: اه. قلت له: طب انت عارف بقى ان في طريقة تانية ممكن توصلك برضو للعالم الموازي وعمرها ما بتترفض؟ قال لي: بجد؟ ايه هي؟ قلت له: الساعة 3 الفجر بالظبط هتنزل تقف في اي شارع، بس لازم تتأكد ان الشارع دوت فاضي ومفيش اي حد ماشي فيه وانك فعلا لوحدك، وتفضل مستني اي تاكسي يعدي،
أول ما تشوف أي تاكسي وقفه، ولما توقفه ما تركبش، أنت هتقعد تفتح وتقفل في باب التاكسي 12 مرة. ساعتها سواق التاكسي دوت هيتحول ويبتدي يعمل أصوات غريبة من مناخيره. قال لي أصوات غريبة إزاي يعني يا سليمان؟ قلت له بعد كده هينزل ويمسكك من قفاك ويحطك قدام التاكسي ويقعد يدوس عليك لحد ما يجيب أجلك. دي كده هتبقى طريقة مؤكدة لدخولك في عالم البرزخ. وانت هناك بقى ابقى اختار سكتك، أسانسير، زحليقة، شوف اللي رايحك. وما قدرتش امسك نفسي بعدها، قعدت اضحك ضحك هستيري انا وكريم. حسن قال لي انت بتتريق عليا يا سليمان؟ قلت له اه طبعا بتريق عليك، انت بتصدق الهبل ده يا حسن؟ اسانسير ايه يا حبيبي اللي هتطلع منه للعالم الموازي؟ قال لي طب تمام، طالما انت جامد كده ما توريني حلاوتك وتيجي تلعبها قصادي. قلت له طب وهلعبها ازاي قصادك يا عم العبقري وانت لسه قايل لي دلوقتي ان من قوانين اللعبه ديت اني لازم ابقى لوحدي؟ قال لي ما انت هتبقى لوحدك يا سليمان، انا هقف معاك بس في الدور الاول وهبقى بتابع الشاشه بتاعه الاسانسير وبكده هتاكد ان انت ضربت كل الارقام صح. قلت له ماشي، انا ما عنديش مشكله على فكره. قال لي حلو قوي، بكره الخميس اخر يوم امتحانات، يوم السبت نتجمع ونروح عند ابن عمي، هو ساكن في برج جديد، البرج دوت فيه اسانسير ومعظم الشقق فاضيه ولسه حتى ما اتباعتش. قلت له طب وابن عمك دوت ساكن فين؟ قال لي في عين شمس. قلت له خلاص اتفقنا. كريم قال لنا ما تهدوا كده يا جدعان وتصلوا على النبي عشان الحوارات دي ممكن تقلب بجد في الاخر. ضحكت وقلت له لا يا راجل بجد؟ انت بتخاف ولا ايه يا كريم؟ قال لي اه يا عم بخاف وما بحبش حوارات العفاريت ديت وماليش فيها. قلت له يعني انت مش هتيجي معانا؟ قال لي ومش هاجي معاكم. قلت له يا ابني انت مقتنع بالعبط ده؟ قال لي بقول لك يا سليمان انا ما بحبش اخش في الحوارات ديت ولا من قريب ولا من بعيد. انا بصراحه ما سكتش، طول السهرة بقيت مقضيها تريقة عليهم هما الاتنين، واحد بيخاف والتاني بيقول كلام أهبل. تاني يوم رحنا الامتحان وبعد لما خلصنا كنا خلاص أخدنا الأجازة. يوم السبت لقيت حسن بيتصل بيا الساعة 8 بالليل بيقول لي يا سليمان جاهز ولا هتخاف وتقعد بقى تتحجج وما تجيش؟ قلت له أجي فين؟ قال لي انت نسيت ولا ايه؟ لعبة الأسانسير يا معلم. قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي اه بتكلم بجد. قلت له والله بيني وبينك انا مكسل انزل اصلا. طبعا ما سكتش، طلع كل التريقه اللي انا اتريقتها عليه قبل الامتحان، بقى عمال يسف ويهرج ويتريق ويضحك واستفزني جدا. قلت له خلاص يا عم اهدى هنزل وقابلك. وفعلا في الميعاد اللي اتفقنا عليه نزلت وقابلته، والساعه واحدة بعد نص الليل بالظبط كنا واقفين احنا الاثنين قدام العماره بتاعت قريبه اللي اسمه محمود. العماره ديت كانت عباره عن 13 دور وشبه مهجوره. برغم ان انا مش خايف ومش مقتنع بلعبه الاسانسير دي اصلا، لكن العماره نفسها شكلها كئيب ومهجور ويقبض القلب. العماره كلها كانت ضلمه ومعظم الشبابيك لسه ما ركبتش والمدخل مبهدل. حسن اتصل بمحمود على الموبايل، في ساعتها محمود نزل له. قلت له حسن انت عايز تقنعني ان في حد ساكن في العماره ديت؟ حسن قال لي فيها سليمان مالك، ما محمود قريبي لسه نازل منها قدامك اهو. محمود بص لي كده وقال لي تخلي بالكوا على كلامكوا يا جدعان، في ايه وانا ساكن في خرابه؟ ده عماره هي حتى لسه جديده. قلت له لا ما اقصدش والله، بس يعني هي ضلمه ليه كده؟ ده حتى ما فيش فيها ولا لمبه شغاله. محمود قال لي اصل بص بصراحه صاحب البيت دوت راجل جشع، باني اكتر من دور مخالف، فطبعا الحي منعه من ان هو يدخل الكهرباء، فهو بقى سارق كهرباء عشان يعرف يبيع شقق. قوم وعدنا ان هو هيحل المشكله دي تماما لما نص العمارة على الأقل يسكن، بس عقبال ما ده يحصل لازم نقفل الستاير والشبابيك لما ننور النور بالليل. قلت له أنا كده فهمت. حسن قال لي طب مش هنبدأ ولا يا سليمان، ولا عايز ترجع في كلامك؟ قلت له أنا ما أرجع ليه، يلا بينا. طلعنا احنا التلاتة على الدور الأول. بعد لما طلبنا الأسانسير في الدور الأول لقيت حسن بيديني ورقة مكتوب فيها نفس الحاجات اللي حكاها لي، أدوس على إيه وأعمل إيه؟ وقال لي وهو مبتسم بالتوفيق يا سليمان هتوحشني. قلت له ماشي يا حبيبي. اخدت منه الورقه وانا عامل حسابي من جوايا ان انا بعد لما انزل واخلص اللعبه ديت هعمل له فرح ب 26 لمبه وهقعد اتريق عليه كل لما اشوف خلقته، لدرجه ان انا كنت عامل حسابي اني مش هندهله بعد كده غير بحسن اسانسير. المهم انا دخلت الاسانسير ودوست على الدور الرابع، ولما طلعت الدور الرابع الباب فتح، رحت مسجل الدور التاني، الباب قفل وطلع على التاني، بعدها سجلت زي ما هو مكتوب السادس، وبعدها نزلت على التاني وبرضه ما خرجتش، بعد كده سجلت العاشر، بس بمجرد ما باب الاسانسير قفل، اللمبه بتاعت النور ابتدت ترعش، وبعد ثواني ابتديت اسمع همسات، في الاول ما كانتش واضحه، وكانت عماله تقطع، بس لما ابتديت اركز معاها، سمعت اسمي، حاجه كانت بتقول سليمان، سليمان انا مستنياك، ما تتاخرش. انا بصراحه اتخطفت كده اللحظه، بس بعدين لما فكرت قلت
لقيت حسن وقريبه بيشتغلوني، تلاقيهم مركبين سماعة أو حاجة في الأسانسير عشان يخوفوني. عموما أنا مش هناولهم اللي هم عايزين، وقفت ساكت في مكاني وما بتكلمش. وبمجرد ما وصلت للدور العاشر والباب فتح، الأصوات دي كلها وقفت. بصيت في الورقة اللي في ايدي، لقيت مكتوب فيها اسجل الخامس، ورحت مسجل الخامس. الدور دوت على حسب التعليمات اللي مكتوبة في الورقة المفروض انه احتمال يركب معايا واحدة من العالم الموازي. الاسانسير نزل في الخامس والباب فتح، وطبعا ما كانش فيه حد موجود قدامه. قلت من جوايا كده والله كنت متأكد. بصيت في الورقة اللي معايا عشان اشوف هنزل للدور الكام، لقيت مكتوب الاول، والمفروض ان الدور دوت اخر دور في اللعبة، وبعد كده يا اما هحس ان الاسانسير بيطلع بيا بسرعة كبيرة جدا لحد الدور العاشر او لحد فوق معرفش فين، المهم انه هيفتح في العالم الموازي، يا اما هينزل للاول ويفتح طبيعي جدا. فرحت مسجل الدور الاول، ولسه باب الاسانسير بيقفل لقيت ايد بتتحط قدام الباب عشان الباب يروح فتح تاني وما يقفلش. الباب لما اتفتح لقيت واحدة واقفة قدامي لابسة جلابية سودة معفرة ومبهدلة، شعرها كان منكوش ولونه اسود وطويل، وكان نازل على وشها ومغطيه لدرجة ان معالمها ما كانتش واضحة. دخلت الاسانسير في كل هدوء وراحت واقفة جنبي. البنت ديت اول لما دخلت الاسانسير قلبت ريحة الاسانسير كله، كانت ريحتها معفنة وفي نفس الوقت شكلها كان مخيف جدا. انا اللحظة كده قلت هو دوت ممكن يكون حسن او محمود، حد فيهم يعني لابس جلابية ولابس باروكة، بس حسن ومحمود جسمهم مليان شوية، بنت ديت جلد على العظم، وبعدين حتى لو جايبين حد عشان يعمل فيها مقلب مين اللي هيقبل على نفسه ان هو يبهدل نفسه بالشكل ده وتبقى ريحته قذرة كده. وانا واقف مرعوب واخد جنب وعمال اطلع في مبررات عشان اطمن نفسي، الاسانسير مرة واحدة ابتدى ينزل بسرعة كبيرة جدا لتحت كأنه بالظبط بيقع، لدرجة ان انا مكنتش قادر اخد نفسي وكنت حاسس ان روحي بتتسحب مني، والنور بتاع الاسانسير بقى عمال يقفل ويفتح، وموضوع النزول دوت طول جدا، ده لو عمارة 30 دور مش هاخد كل الوقت دوت في النزول. بضرب عيني قدامي لقيت البنت ديت واقفة في نص الاسانسير بالظبط ثابتة وما بتتحركش ولا كأن في اي حاجة بتحصل، وانا قاعد في الارض مقرفص ومرعوب ومستني لحظة ان الاسانسير يتهبط في الارض لتحت. بعد ثواني النزول دوت ابتدى يهدى تدريجيا لحد لما بقى طبيعي والاسانسير وقف. لما بصيت على الشاشة اللي قدامي عشان اشوف احنا في الدور الكام، لقيت مكتوب عليها 3 6. باب الاسانسير بعدها فتح، بس لما فتح فتح على مكان ضلمة كحل ما كانش باين ايه اللي بره. انا وقفت متسمر في مكاني وما بتحركش. البنت ديت طلعت من الاسانسير في كل هدوء، وبعد كده لفت وشها ليا وابتدت تمد لي ايديها، قالت لي تعالى يا سليمان تعالى وما تخافش، صدقني مش هتحس بفرق. انا عايز اقول لكم صوتها كان مرعب حرفيا بكل المقاييس، لدرجه ان انا ما فكرتش، بقيت عمال ادوس بسرعه على الزرار اللي بيقفل باب الاسانسير، بس للاسف الباب ما قفلش، كنت عمال ادوس عليه كتير بس الباب ما بيقفلش، الزرار كان عمال ينور بس عامل زي ما يكون مش شغال. البنت ديت ضحكت جامد بصوت مخيف ومرعب وقالت لي انت شخص ذكي جيت هنا عشان عايز تعرف، واحنا وافقنا. انا كنت ببص لها وانا ساكت وما بتكلمش. قالت لي من زمان والعلم هو اساس القوه، معلومه واحده بس تعرفها قبل ميعادها كفيله ان هي تغير مجرى حياتك كله، ومعلومه تانية قديمه ومبهمه ومحدش يعرفها غيرك هتبقى ساعتها اكتشاف وبرضه هتغير مجرى حياتك كله، وانت هنا معانا هتتعلم حاجات كتير عمرك ما كنت تتخيل ان انت حتى تسمع عنها، الا ما بيننا دلوقتي هو خطوة واحدة بس، بمجرد ما تحط رجلك برا الأوضة اللي انت واقف فيها دلوقتي ديت هتمتلك القوة والجاه والمال، وانت عايش وسط البشر الكل هيهابك ويخاف منك، هتبقى مميز ما بين بني جنسك. انا من الرعب كنت عمال عرق جامد ما كنتش عارف اعمل ايه، ما لقيتش حاجة اعملها غير ان انا اقعد ادوس على الزرار اللي بيقفل الاسانسير وانا عمال اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله. قالت لي تفتكر انا كده بقى هتحرق زي الافلام اللي انت بتتفرج عليها؟ اهدى يا سليمان كده وركز في اللي انا قلته لك، الفرصه ديت ما بتتعرضش على اي حد وخلي بالك ما بتتكررش كتير. ما ردتش عليها وفضلت اقرا في ايه الكرسي. في نفس اللحظه ديت حسيت بهب وسخن داخل عليا، وابتدى يظهر من حوالين البنت ديت كائنات غريبه ومرعبه، اللي عنده اكتر من رجل يشبه العنكبوت ومن فوق ليه جسم اشبه بالانثى لكن وشه شيطاني وطالع له قرون، واللي رفيع جدا وطويل وشكله مخيف، واللي بجسم انسي لكن طالع من دماغه تعابين كتير وحجمها ضخم، واللي براس شيطان وجسم طور. انا كان قلبي هيقف. البنت ديت راحت قالت لي شايف انت عملت ايه؟ انت كده بتضايقهم. انا من الخوف ابتديت اتلخبط، رحت مغمض عيني عشان ما اشوفش حاجه وعشان ما اتلخبطش،
وكملت قراية آية الكرسي وبقيت عمال أرددها أكتر من مرة. طول ما أنا بقرأ بقيت سامع صوت صريخهم العالي، وطبعا كانوا عمالين يهددوني: اسكت بدل ما هنأذيك، احنا مش هنسيبك، انت كده اللي بتعادينا. فتحت عيني وقلت لها: طب سيبيني امشي من هنا. انا اول لما قلت كده البنت ديت اتحولت لدخان، الدخان دوت قعد يطير في الهواء ويلف جامد، وبعد كده دخل الاسانسير وقعد يلف حواليا وبعدها اختفى. ومرة واحدة باب الاسانسير قفل وبدأ الاسانسير يطلع بسرعة كبيرة جدا بنفس السرعة اللي كان بينزل بيها، لحد بعد كده لما ابتدى يهدي وطلع ووقف في الدور الاول. لما باب الاسانسير فتح لقيت قدامي حسن ومحمود. حسن قال لي وهو مبتسم: عارف يا سليمان، اللعبة ديت كلها طلعت اشتغالة، انا بس كنت عايز اثبت لك ان انا ممكن اضحك عليك وخليك تعمل اللي انا عايزه. انا كنت مرعوب ووشي مخطوف وحاسس ان قلبي هيقف، ما ردتش عليه، طلعت بره الاسانسير. محمود قال لي: في يا سليمان مالك، انت وشك مخطوف كده ليه؟ ما ردتش عليهم هما الاتنين، سبتهم وطلعت اجري وروحت على البيت، وقعدت احمد ربنا ان انا طلعت كويس من حاجه زي كده. لما دخلت البيت لقيت عيلتي كلها نايمه، دخلت على السرير ونمت بهدومي. كنت عايز اليوم دوت يخلص باي طريقه، بس للاسف ما كنتش عارف انام. ببص في الساعه اللي في اوضتي لقيتها واقفه، مسكت موبايلي وببص فيه لقيت الساعه 1:15. انا ما كنتش فاهم حاجه، ده نفس الوقت اللي انا ركبت فيه الاسانسير. قمت من على السرير ودخلت اوضه اخويا لقيتها فاضيه، سبتها ودخلت اوضه ابويا وامي لقيتها برضو فاضيه. في نفس اللحظه ديت سمعت صوت حاجه بتقع في المطبخ. لما رحت المطبخ لقيت نفس البنت اللي كنت قابلتها في الاسانسير، بصت لي وضحكت قالت لي: فكرت؟ ببص حواليا لقيت نفسي لسه جوه الاسانسير. انا مش هقول لكم بقى انا طلعت ازاي، لان انا لسه مش متاكد انا في العالم بتاعهم ولا بتاعنا، بس الفضول والتحدي وجهين لعمله واحده، والاتنين تمنهم غالي غالي لدرجه ان هو ممكن يخسرك حياتك ويقلبها الجحيم. فخلي بالك مش كل حاجه تتعرض عليك تخش فيها وتجربها، مش شطاره ولا قوه على فكره، عشان انت قوتك في ذكائك مش في انك تقبل التحدي. قوتك هي انك تقول لا للغلط، قوتك هي انك تبقى عارف حدودك، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس، مكملين ومع بعض ومفيش حاجة هتوقفنا. واشوفكوا على خير في الكابوس اللي جاي.